تفاصيل انهيار منزل على ساكنيه في بني مطر ووفاة رب المنزل واثنين من أبنائه وإصابة آخرون. إليكم التفاصيل. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. انهار منزل شعبي مكون من 3 طوابق على ساكنيه في منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء بمخلاف بني قيس قرية بيت التركي، انهار بشكل شبه كلي على ساكنيه متسببا بوفاة رب المنزل واثنين من أبنائه، وأن الزوجة نجت كونها كانت في الجزء الآخر من المنزل والذي لم ينهار جراء سقوط الأمطار لفترة طويلة من المساء حتى الصباح. وأكدت المصادر أن المياه دخلت إلى الحائط الرئيسي للمبنى والمكون من الأحجار والتراب مسببا حملا ثقيلا على الجدار والذي انهار جراء ذلك.